عفروتو المتعفرت كان من اللعيبه المميزه جدا عفروتو، ولا زال يعني على فكره عفروتو لسه بيلعب طبعا، ومتالق في دوري القسم الثاني مع نادي الفيوم وعامل شغل كويس، ومن اللعيبه الحريفه اللي لعب في انديه كتير ومنتخب مصر للشباب وانديه كتير وعمل يعني فترات قويه جدا، ومن الشخصيات الجميله كمان عفروتو، ومن الشخصيات الاهلاويه قوي يعني اهلاوي كده ايه شويه مستفز كده تلاقيه على طول هيساله يقول الاهلي مش عارف ايه، فهنشوف النهارده هيقول ايه على الاهلي وهو متعادل مع الداخليه. ازيك عفروتو حبيبي يا كابتن، مبسوط اللي انا معاك بنورك، مبسوط اللي انا معاك وبشكرهم على المقدمه الجميله دي. حبيبي يا كابتن، حبيبي اجمل من كده بكتير. حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي تعمل في الفيوم؟ انا بتابعك في نادي الفيوم. اه يا كابتن الدنيا ماشيه كويس؟ الحمد لله، يعني مش يعني الماتشين الاخر دول اتغلبناهم، ولكن احنا عندنا امل في ربنا ان شاء الله، ولسه ماسكنا مدرب محترم كابتن احمد فاروق، طبعا حضرتك تعرفه. بتاع البلديه. بتاع البلديه. كابتن احمد كان لعيب جامد ومدرب جامد. أيوه. كمان طبعا. فمدرب محترم ومجتهد، وان شاء الله يعني باذنك يا رب عندنا مباراه صعبه يوم الجمعه مع الاسمنت، مع مدرب اسيوط. مع مدرب اسبان في قريه الاسيوطي، هو ملعب الاسيوطي. يعني مع ماتشوكو يعني ماتشين. مش في لا 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 لعبناهم الدور الاول وكسبناهم، جبت انا الجون بتاع الفوز. ما انا بجيب الاجوان على طول، بتابع حضرتك. بنتابع حضرتك، فان شاء الله مبسوط يعني في الفيوم الدنيا ماشيه. مبسوط. الناس محترمه هناك الحمد لله، وان شاء الله يعني باذنك يا رب احنا عايزين بس دعم شويه لينا كده باذنك يا رب، وان شاء الله الدنيا تمشي معانا باذنك. لا ان شاء الله باذن الله عفوا ان شاء الله تابعك كده وتكسر الدنيا زي ما انت معودنا يعني. حبيبي يا كابتن. طيب خلينا نروح بقى للدوري والاهلي. ايه الاهلي ماله فيه بعد كاس العالم للانديه؟ والله بص يا كابتن اتحسدنا. يعني انت المباراه بتاعت ريال مدريد، يعني انت واحنا قاعدين طبيعي ريال مدريد، شوف ريال مدريد بيحتك مع مين، وشوف الاهلي هنا مع احترامي بيحتك مع مين. فلا الاهلي كان لاخر دقيقه كان ند، ولكن النتيجه ظالمه يعني اللي انت 4-1 في الوقت الضايع، كان 2-1 الماتش ماشي، وفي الوقت الضايع وانت يعني كان الواحد قاعد فخور يعني. سيبك من اللي انا اهلاوي، يعني لو سالت زملكاوي او اسماعيلاوي بالظبط هتبقى انت قاعد فخور. لا اللي النادي الاهلي بيلعب كوره زيه زي اي فرقه مع احترامي في اوروبا، لا واعلى كمان يعني. فاكيد يا كابتن هيحصل اخفاق طبعا بعد كاس العالم، لان انت بص يا كابتن انت لعبت كام ماتش في وقت قصير جدا، ودخلت على مباريات افريقيا دوري ابطال افريقيا، فطبيعي يحصل اجهاد طبيعي يعني. فالله يكون في عون اللعيبه، وغير كده وكده كابتن انت عمال كل شويه تسافر، فطبيعي اللي يحصل يعني. بغض النظر عن النتيجه النهارده، حتى لو كنت كسبت النهارده باين قوي ان اللعيبه مجهده. يعني باين قوي حتى القرارات اللي بتطلع من رجليهم الموضوع، لا يعني باين قوي بدنيا مش واقفين مستهلكين يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره. فاكيد انت ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ديت اكيد يعني عندنا امل في ربنا اللي الاهلي ان شاء الله يوم السبت يكسب القطن هنا، لاني هيصعب المساله لا قدر الله لو حصل اي حاجه يعني. يكسب الماتشات اللي جايه اكيد يعني هي دي طب قول لي بس يعني فنيا بقى حلل لي القصه يعني. اتكلم النهارده الشحات ما لعبش، كان متعور، عبد القادر ما لعبش، علي معلول كان مريح، قفشه، ان ضغط الماتشات يعني. شايف فنيا بقى من النادي الاهلي ايه يعني؟ ايه اسبابك؟ احنا الحسد والحاجات دي احنا بنقولها كده ايه واحنا قاعدين مع بعض، لكن خش جوه الفرقه وقول لي ايه اللي بيحصل. ما هو بص يا كابتن طبيعي باللغه العاميه كده يعني، طبيعي الراجل النهارده كان بيلصم بيلصم المراكز يعني زي ما بيقولوا بالكوره كده يعني. اكيد اللي انا عايز اكسب بالناس اللي هي موجوده واللي هي شايفها بعيد، عشان انا داخل على مرحله صعبه قوي اللي هي افريقيا، فاكيد بريح الناس ديت، لان انت 3 ايام وعندك مباراه صعبه، مباراه حاسمه اللي انت لازم تكسب، لان انت في المجموعه بتاعتك لا انت الوضع صعب بالنسبه لك، عندك بونت فلازم تكسب تبقى 4 بونت، فعندك مباراه بعد كده يعني. انت بتتكلم يا كابتن شهر 3 ده كله انت عندك النادي الاهلي عنده ضغط مباريات في دوري ابطال افريقيا. فطبيعي يا كابتن ده بيحصل، مش 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 هنقول روتيشن، ولكن الراجل على قد ما بيقدر بيحاول اطلع مركز واحط مركز بحيث اللي عندي اللعيبه الاساسيه اقدر استفاد منها في المباريات الصعبه، فده الطبيعي اللي هو بيعمله. في مشكله يعني، في مشكله اللي انت كمدرب مش قادر توصل اللعيبه كلها تبقى مستوى واحد. تمام. اللعيبه دلوقتي اعلى من لعيبه، وده بيظهر لما في لعيبه معينه بتغيب او بتتعور او ما بتكونش موجود. تمام انا مع حضرتك واتفق مع حضرتك، بس برضو دي بترجع للاعب. انت دلوقتي انت بتاخد فرصتك، لا تحافظ عليها لا ما تحافظش عليها، ما فيش مدير فني عايز يتغلب،
فاكيد انا دلوقتي لو بلعب مكان حسين الشحات. يعني انت بتحمل اللعيبه؟ بحمل اللعيبه اللي انت بتلعب يعني. انت معلش يا كابتن انت بتلعب والناس كلها شايفاك، اكيد الناس وجمهور النادي الاهلي مش جمهور صغير يعني، فاكيد الجمهور هيطالب اللي انت لا تستحق اللي انت تلعب وتستحق اللي انت تبدا يعني. في ناس من العناصر الاساسيه الجماهير بتطلع تتكلم وتقول لك لا ما يستحقش اللي هو ياخد اكتر من كده، ده طبيعي في الكوره. بس خلي بالك الاهلي ساعات بيلعب باللعيبه الاساسيه وبرضه ما بي يعني لعب مع سان داونز باللعيبه الاساسيه، لعب مع الهلال السوداني وما قداش المطلوب او المستوى المميز بتاع ما ده اللي بقوله لحضرتك اهو. في ناس بدون ذكر اسماء بتلعب لا يعني المستوى بتاعهم نزل قوي يعني. انت حسين الشحات ما شاء الله يعني، انت بتبص على حسين الشحات لا بيفرق معانا 180 درجه. احمد عبد القادر ما شاء الله عليه. يمكن في ناس تانية لا المفروض تعيد حساباتها. لا بص انا كنت مين اللي مش عاجبك في الاهلي؟ خليك صريح كده. مش قصه مش عاجبني. لا بص والله ما اخلع اقول لك يعني، انا عايز يا كابتن عايز قفشه احسن من كده يستعيد الثقه بتاعته، لان انت لما كنت جاي النادي الاهلي لا انت كنت في حته تانية وانت كل الجماهير بتدعمك. فانا عايز قفشه يا كابتن. لا يعني انا حاسس ان قفشه فاقد الثقه في نفسه. فده مش طريقه لعب قفشه خالص يعني. احنا كل اللعب معظم اللعب والطريقه اللي الاهلي بيلعب بيها هي البلاي ميكر، هو اللي بيشغل الناس. فمش عارف قفشه الفتره دي في ايه. محمد شريف برضو سطر يمشي على سطر ويسيب سطر. فلا الموضوع في حاجه بس في حاجات جماعيه برضو في الاهلي يعني. تلاقي عندك مشكله في قلب الدفاع، معظم الاهداف اللي بتيجي من النادي الاهلي من حته العمق او قلب الدفاع. تمام. انا ده شفت الجون بتاع الداخليه، رشيد احمد لف برامي ربيعه وجاب جول. بس يا كابتن يعني في ماتش سان داونز من العمق كره عرضيه برضو الراجل. انا بلعب معلش مع احترامي برضو، كان بلعب فرقه كلها مترصصه ورا يعني. معلش يا كابتن انت لما لعبت الفرق اللي هي بتهاجمك برضه كان دخل في اهداف من كوره يا كابتن. معلش يا كابتن فلامينجو والهلال. ماشي يا كابتن الهلال. انت ماتش فلامينجو دوت يا كابتن تتغلبه؟ لا لو ما اتطردش منك. ماتش ريال مدريد تتغلبه؟ تتغلبه ممكن تعمل تتعادل. طبيعي على الورق نتغلب. مش هنضحك على بعض. بس الاهلي ادى بشكل طبيعي. طبيعي على الورق يا كابتن تتغلب من ريال مدريد. هقول لك ليه بقى. بتكلمك على الاخطاء يعني. ما انا بقول لك ليه يا كابتن. حلل الخساره. خليك معايا بقى انت. نقط الضعف فين؟ خليك معايا بقى. خلينا ماشيين في السكه بتاعتنا. دلوقتي يا كابتن النادي الاهلي بيحتك مع مين هنا؟ مع احترامي. الانديه المصريه. خلي النادي الاهلي مثلا كده نبدل الكراسي وخلي الاهلي مكان ريال مدريد وريال مدريد هنا. فهتلاقي الفروقات لا يعني الموضوع. معلش يا كابتن برضك بترجع للاحتكاك. انا بحتك طب الاهلي في ليفين اقوى من الداخليه والنهارده الداخليه كان هيكسب. لا ما انت تعالى بقى يا كابتن. معلش يا كابتن نلعب الداخليه مثلا في استاد القاهره وتعالى بقى والاهلي في احسن حالاته بدنيا وشوف احنا هنعمل ايه. يمكن انت بتلعب فرقه كلها. ما هي دي واقفه ورا. عايز افهمك حاجه بس. ما في كده في الكوره. هي في الكوره. لا يا كابتن فرق في انجلترا بتلعب مانشستر سيتي وليفربول. لا يا كابتن لا يا كابتن لا يا كابتن كريم انت راجل كنت بتلعب كوره يعني وعينك حلوه في اللعيبه يعني. مش بطلع مبررات الكوره يا كابتن. انجلترا اتطورت قوي في الكوره. كان في حد هم اللي اخترعوا الكوره. كان في حد بيتفرج عليهم؟ لا شعلق واجري. دلوقتي لا معظم الفرق بتبتدي من تحت. شعلق رجلي دي الترجمه بتاعت عارف ايه؟ كيك اند رش. بس شعلق رجلي دي بالمصري. ايوه مثلا يا كابتن. بالبلدي. لا والله فعلا يعني انت من فتره ايوه. بس افرط مع برضو انت دي ضريبه الانديه الكبيره في العالم يعني. الاهلي بطل الدوري او مش بطل الدوري يا كابتن. هات لي فرقه في انجلترا. هات لي فرقه في انجلترا. انت مش عايز تتكلم؟ لا يا كابتن هات لي بالله عليك. عشان ترد عليا. انا بتكلم اسالك بس. انا عرفت السؤال ايه؟ لا والله انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي اللي انت راجل بتاع كوره. تمام. مش بتكلم مع حضرتك اللي انت راجل اعلامي وبتسالني. ماشي. لا انت انا عارف ان انت في الكوره حاجه وعينك حلوه. ماشي. فكابتن دلوقتي معلش هات لي فرقه في انجلترا بيترصصوا ورا كده. لا كتير. لا لا يا كابتن. لا بتيجي تلعب على مانشستر سيتي ولا بتلعب على الارسنال ولا بتلعب على المان يونايتد بيقفوا ورا. لا يا كابتن بيقفوا ورا ايه؟ بيبقى كلهم يا كابتن في حاله هجوم وبيرجعوا في حاله دفاع. دي الكوره اللي هم بيلعبوها. طب النهارده تلاقيهم عملوا كده. لا ما عملوش كده. ترصصوا وبعدين ما بيقطعوا الكوره بيعملوا تحول هجومي. لا يا كابتن ده واقفين طول الماتش يا كابتن واقفين. سان داونز كان كده بيهاجم الاهلي. لا بس معلش يا كابتن مع احترامي برضو سان داونز انت عندك في حلول فرديه وعندك سامع فروت. مش هتسلك معايا والله. مش كسب. انا عندي سؤال ليك. انا مش بقلل من نادي الداخليه. نادي الداخليه نادي كبير طبعا. عندي سؤال ليك. انا عايز اكلمك على ما هو دايما ضريبه الانديه اللي هو بطل افريقيا الاهلي. تمام. وكاس عالم انديه ما هو لازم هيلعب مع فرق قويه وفرق ضعيفه. الشطاره اللي انا اقدر اوازن كمدرب بقى وكاداره في الجهاز الفني في النادي الاهلي واللي بيدير الفريق اللي انا اقدر يبقى عندي تميز في الدوري وعندي تميز في دوري ابطال. ازاي اقدر ادير الفرقه
في الماتشات الكتير. ما تقولش الاهلي موجد، ما احنا عارفين الاهلي موجد، بس الاهلي عنده احسن 30 لعيب في مصر. ماشي انا مع لازم حضرتك، لازم يشتغل واتفق. يعني لما تشوف الاهلي السكواد بتاعه سكواد الداخليه، لا الاهلي كواليتي اعلى طبيعي كتير، صح؟ طبيعي طبيعي. طيب ليه بقى الاهلي؟ ما انا بقى بنتكلم اهو. انت عايز تزنقني، هرد. مش بزنقك والله، لا صح، مش بزنقك، انا بكلمك في حاجه واقع قدامنا. تمام، انت لازم تيجي تقول لي ماشي. يعني نبعد بس الاجهاد والحاجات دي شويه، عشان طبيعي ان الاهلي يمر بكده، ان الاهلي بطل والاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب في كاس عالم انديه في اوروبا في الدول العربيه، الهلال السعودي بيلعب في دوري ابطال اسيا وبيلعب في الدوري السعودي. لكن في نقاط ضعف او في مشاكل فنيه بتظهر في الاهلي لازم تحللها، بعيدا بقى عن الاجهاد والكلام ده. تمام يا كابتن. بص يا كابتن، فاهمني انا عايز اقول لك؟ انا فاهم حضرتك. طبيعي اللي انا معايا في القايمه بتاعتي 30 لاعب والخمسه، يعني ايا كان معايا 30 لاعب. تمام. حضرتك كنت بتسالني من شويه، دلوقتي بتقول لي ليه اللعيبه مثلا في الدوري غير كاس العالم للانديه وعمليه الروتيشن وكده. قلت لك يا كابتن دي بترجع للاعب غير لاعب. انا دلوقتي المدير الفني اداني الفرصه بتاعتي، انا في ايدي احافظ عليها وفي ايدي اللي انا بطلع نفسي بره خالص. تمام. فدي بترجع برضو ككابتن، معلش انا كمدير فني انا مصلحتي اللي انا كل اللعيبه تبقى كويسه. انا ممكن كمدرب مثلا احط تشكيل غلط. طب وارد، ممكن اثنين يعني ثلاثة وارد. آه طبيعي، ممكن احنا بشر. مثلا عندي عيب في الفرقة انا مش عارف اعالجه. طبيعي يعني طبيعي. زي ما بقول لك مثلا الاهلي كل الاجوان اللي بتخش فيه سواء من فرق عالمية او من فرق محلية او فرق افريقية من العمق. تمام يا كابتن. فايه علاج الموضوع ده؟ يعني اكيد ليها قصة. ما هي هو علاج الموضوع دوت يا كابتن، اللي النادي الاهلي دلوقتي بقى يعني مع المدير الفني كولر. كولر اللي هو لسه ماسك يعني من فتره قريبه، الراجل في شهر 9 او 8 اللي فات. الراجل يا كابتن كل كورته هجوميه. فطبيعي ان انا هستقبل اهداف، لان انت دلوقتي يا كابتن كنت بتشوف النادي الاهلي بيعرف يطلع بالكره من ورا، ما كانش سيستم لعبنا. دلوقتي السيستم بتاع الراجل ايه اللي هو لا بيبني الهجمه من تحت، بيبني بيعرف يطلع بالكره من ورا. فطبيعي يا كابتن بيحصل خلل وانت بتطلع بالكره، فبيحصل خلل في نص الملعب، فطبيعي اللي انت هتلاقي ايه، هتلاقي بيخش فيك اهداف، ده طبيعي. بس تعالى مثلا يا كابتن شوف في الاهداف بتاعت النادي الاهلي، بص الراجل جايب كام جون يا كابتن؟ جايب 30 وعليه 4 وعليه 6 وعليه 6. يعني انت بتلعب كره هجوميه بحته طبعا، يعني فده طبيعي يحصل لك يا كابتن اخفاق في نص الملعب. وغير موضوع عمليه الروتيشن، وسيبك بقى من العمليه بتاعت الاجهاد والحاجات دي يا كابتن، هات لي فرقه في العالم زي النادي الاهلي بتشارك في كل البطولات وعندها ضغط مباريات كده. ده كله كل كل في كل بلد بيبقى فيه بطل الدوري. احنا انا بكلمك هنا يعني برضو يا كابتن، انا ماليش دعوه بقى. بص يا كابتن بره في نظام من وانا عيل صغير انا 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 ماشي عليه في اوروبا. انت هنا دلوقتي هنا في مصر، معلش يا كابتن، بيراميدز بيلعب كونفدراليه، في الزمالك بيلعب دوري، ماشي يا كابتن، بس في فيوتشر بيلعب دوري، معلش انت لعبت كاس عالم للانديه، لعبت السوبر المصري، لعبت كاس طول مصر، طول عمر الاهلي كده. طيب يا كابتن، ما انا معلش يا كابتن برضك، ما انا بشر. ما انت برضك ما تحملنيش فوق طاقتي، هقول لك تاني، ما انت عندك 30 لعيب، ما تحملنيش وعندك سكواد، ما تحملنيش فوق طاقتي وتيجي تسالني تقول لي انت ما بتكسبش ليه. ما تحملنيش فوق طاقتي وتلعبني كل 48 ساعه ولا كل 72 ساعه. هي كده ماشي، هي كده يا كابتن، ماشي. لازم الفرقه اللي بتاخد في اي حته في العالم، لا احنا لو قعدنا بقى نقول خلاص هنلعب في افريقيا مش هنلعب دوري، لا هنقعد بقى لا نخلص الدوري في شهر 9 و10 زي كل سنه. ماشي ده طبيعي يا كابتن، ماشي، بس اديني يعني على الاقل اديني وقتي. انا ما بقولكش ان انا ما العبش، بس اديني وقتي. معلش مش هبقى جاي من كاس العالم للانديه وبلعب ماتشين افريقيا وعايزني العب بعد 3 ايام ماتش في الدوري. ما هو لازم عشان الدوري يمشي. ماشي يا كابتن طبيعي، كل سنه الدوري هيتاخر طبيعي عشان بس في حاجات ما بنلعبش المؤجلات، في حاجات استثناء. انا مش بتكلم عشان انا اهلاوي، حتى لو نادي الزمالك كنت هطالب بكده، لو نادي الاسماعيلي، لو اي نادي في مصر بيلعب ومشارك في البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها انا هطالب بكده. يمكن انت في اول السنه كابتن عامر حسين قال لهم يا جماعه الفرق اللي هتلعب في افريقيا خلي بالكم الفريق اللي هيلعب في مصر عشان الدوري يخلص، ما احنا هنخلص الدوري في نص 7. تمام يا كابتن، لو اجلنا زي ما انت بتقول كده مش هنخلص الدوري، هنخلصه في شهر 10. معاك يا كابتن، عشان تظبط بقى الموسم. انا ما قلتش اجل، انا بقول لك اديني وقتي. ما هو هيديك وقتك ازاي؟ ما تديني يوم زياده مثلا، ما هو في فرق ثانيه بتلعب استفاد بيه، في فرق ثانيه بتلعب. يعني انت معلش انت مديك اربع ايام كم ماتش لعب المفروض تسمعني، لما بيديك اربع ايام لما بيكون الاهلي بيلعب بره مصر او تمام. الزمالك تمام، وبيديك 3 ايام لو انت بتلعب جوه مصر في افريقيا وبتلعب في الدوري يا كابتن. ماشي، ما برضك حمل المباريات بيختلف عن مباراه عن مباراه. معلش يا كابتن، ما هو مش هيقدر يعمل اكتر من كده كمسابقات. طبيعي في اي حته في العالم، انا مش بتكلم على لجنه المسابقات بس. لا هم كتر خيرهم هيعملوا ايه؟ ماشي، انا لا انا بقول لك اديني وقت يوم يومين. ما هي المواعيد كده، ما هي هتفرق يعني في دماغك قفلت؟ لا مش دماغي قفلت يا كابتن، ما اصل برضك يا كابتن معلش يا كابتن فرقه زي النادي الاهلي ديت انت لازم تبقى موفر لها كل حاجه، لان يعني معلش يا كابتن النادي الاهلي
وصل لمرحله والزمالك كله على الكل كله كله طبعا ماشي يا كابتن، بس النادي الاهلي وصل لمرحله معلش يا كابتن هو اللي بيسعد الشعب المصري. لا ما تزعلش مني، اللي انت بتقوله ده ما يتوافقش مع انتظام مسابقه الدوري يا كابتن. انا مش بتكلم بقول لك اجل للاهلي، بس يا كابتن على الاقل ادي للاهلي يوم او يومين زياده. طب ما هو الاهلي كده وبيراميدز كده والزمالك كده وال لا يا كابتن يعني اليومين اللي فاتوا دول يا كابتن انا جاي من الدار للنار على طول. ما هو كده كله دي بتبدا لو انت ما عملتش كده مش هتخلص الدوري على على يعني انت كل الماتشات كله في مساواه يا كابتن ماشي. انت عايز حاجه استثنائيه بقى؟ بص يا كابتن كريم ما تدخلنيش في ما حاجات. ما انت بتقوله هو لا انا بكلمك عن النادي الاهلي ماشي فيوتشر وما فيوتشر وبيراميدز والزمالك لازم توفر لهم برضه ما بيلعبوا طيب افريقيا. هي ان هو كده طبيعي الدوري يشتغل ماشي طبيعي يا كابتن. انت مش فاهم الموضوع. هنطلع فاصل. لا انا فاهم الموضوع يا كابتن. الفاصل وبعدين نرجع. لا انا فاهم. طب اطلع فاصل عشان نطلع كابتن نطلع فاصل ونرجع لكلام عفروتو مش بيقول كلام كده مش لا صح. والله كلام صح والله كده. نرجع تاني وانا فهمت عفروت هتلاقي كلام مختلف بعد لا انا بص يا كابتن على مبدئي نرجع برضك للناس تاني معلش ماشي. انت كابتن كاس العالم للانديه لعبت 4 ماتشات في 10 ايام ايوه صح؟ رحت راجع على مين؟ على على القاهره وبعدين رحت السودان ورحت رايح السودان وبعد السودان رحت طالع على فين؟ اسوان على اسوان وبعد اسوان رجعت القاهره رجعت في يعني مشكله يعني لا يا لا هو كابتن كريم والهلال السعودي عمل كده على فكره يا كابتن ما تدخلنيش الهلال السعودي عمل كده في دوري ابطال اسيا لعب مع يعني هو اليوم القطري هو اليوم بتاع ولعب في الدوري يعني هو اليوم بتاع النادي الاهلي هيبوظ بقيه الجدول بقى هيخش كابتن. طب ما انت معلش ما انت ليك 3 مباريات مؤجله طيب فايه المشكله اللي يتاجل لك يوم؟ انا مش بقول لك اجل المباراه هيبوظ الجدول بتاع الدوري اللي معمول ماشي خلاص انا والله مش بقول انا بقول لك اللي بيحصل انت مقتنع بكده وانا مقتنع بكده نعديها طيب نعديها قول لي طيب الاهلي يعمل ايه الفتره الجايه؟ بص يا كابتن بصراحه الاهلي فيه ناس لازم تفوق يعني خلينا نبقى الواحد يبقى منطقي بجد لعيب. والله لان انت دلوقتي وصلت لمرحله في الفرقه الاساسيه لما معظم الناس بتغيب لا بتحس بفرق كبير قوي يعني انت عندك حسين الشحات وعندك عبد القادر الناس دي لما بتغيب بتحس بفرق كبير قوي عندك عمرو السولية لما بيغيب بتحس بفرق كبير قوي عندك معلول. محمد عبد المنعم ومعلول لا بتحس بفرق كبير قوي انا بكلمك بصراحه أي. فطبيعي ان الناس لازم تفوق اكتر من كده اللعيبه يعني اللعيبه مع بعض اللاعبين المستوى نازل شويه بالظبط من وجهه نظر انا دي وجهه نظري طيب. يعني انا راجل لكن جماعيا في مشكله ولا الموضوع عادي؟ لا متهيألي ما جماعيا ما فيش مشكله وعمره ما يحصل مشكله يعني على المستوى الجماعي ولكن انا بكلمك يا كابتن على المستوى الفردي لبعض الناس يعني طيب خليني اسالك عن الدوري قول لي الدوري شايفه ازاي؟ مين الفرق اللي عجباك بعيدا عن الاهلي والزمالك؟ بصراحة الاتحاد والمقاولين يعني كابتن شوقي يعني بجد يعني كابتن شوقي غريب عامل فرقة محترمة وقدر يوصل بيهم يعني انت بتتكلم المقاولين يا كابتن السادس مكرر فلا يعني عامل فرقة محترمة وكان نفسنا نشوف المقاولين يعني في بقاله فترة ما شاء الله السنة دي وعندك شغل كويس وعندك الاتحاد يا كابتن كان على طول لعبت في الاتحاد على فكرة لعبت فترة في الاتحاد الانديه الجماهيريه الكبيره طبعا كبيره يعني. جمهور بيعشق الكوره هناك معظمهم اهلاويه خلي بالك مش قوي برضه لا يا عم طيب قول لي الاتحاد عامل موسم كويس وعامل موسم كويس فانت انت بتتبسط يا كابتن لما بتلاقي في فرق جماهيريه بتطلع وعندك المحله برضه الكابتن بغض النظر عن المباريات اللي فاتت ديت لا البدايه بتاعت المحله يعني انت بتتكلم برضه بدايه بس بقى الفتره اللي فاتت الفتره اللي فاتت سلبيه بالظبط بس بدايتهم كانت كويسه طيب الفرق اللي انت حاسس ان كان المفروض يبقوا احسن من كده والسنه دي مش مظبطين يعني مستغرب يعني على الامكانيات بتاعه البنك الاهلي في المركز اللي هم فيه يعني مش عارف يعني البنك الاهلي المفروض يبقى احسن من كده بكتير يعني المفروض انت السنه اللي فاتت ولا يعني انت بادي بدايه وعندك لعيبه كويسه والكواليتي كويس وكل حاجه متوفره لك ما اعرفش بقى في مشاكل داخليه في مشاكل مش عارف يعني دي الفريق اللي هو اللي وصلهم متفاجئ منه بالظبط اللي وصلهم لكده مش عارف فاركو مؤخرا لا مع كابتن طارق بصراحه يعني من الفرق اللي هي لا يعني تستحق اللي هي تطلع قدام يعني مين شايف المدربين اللي ظاهرين بشكل كويس في الدوري السنه دي مين بص يعني في الجدول كده وشوف
فرق. بص يعني هي الطفره اللي حاصله يعني هو كابتن شوقي غريب بصراحه ربنا، اكلمك على المدربين المصريين، وكابتن طارق العشري، كابتن ايمن رمادي في اسوان، وكابتن كنت لسه اقول لك كابتن ايمن رمادي بصراحه الراجل ده ضاف للكره المصريه والله. كابتن ايمن والله العظيم هايل بجد والله. اللي يبقى معلش يا كابتن مع احترامي بالامكانيات بتاعت نادي اسوان مش زي بقيه الفرق، ويمسك فرقه زي اسوان ويطورهم التطور دوت، هو وصل للمركز الثامن وماشي كويس قوي. ترجع ليه يعني معلش يا كابتن، انت كابتن ايمن الرمادي قعد فتره كبيره في الامارات ما شاء الله يعني مع نادي عجمان. لا بجد من كذا نادي، كذا نادي يعني، زفرة وعجمان ودبي وكذا نادي، اكتر فرقه كان طول معاها هي كانت عجمان. ولكن لا بجد انت من اسوان دلوقتي لما بتيجي تلعب مع احترامي مع اي فرقه انت بتتفرج عليها صح، الاول يلعب كره حلو الاول اسوان ومين بتابع النتيجه، يمكن دلوقتي لا معلش انت بتتفرج، لا في فكر وفي فكر خططي وتكتيكي وفي حاجات انا كلاعب ممكن انا استفاد بيها يعني وانا قاعد بتفرج بامانه. فعندك لا عندك مدربين كويسين، وعندنا في القسم الثاني يا كابتن مدربين كويسين او يعني يستحقوا الفرصه يعني طبعا. يعني انت في ناس لا يعني الفرصه بعيده شويه عن مش عارف ليه يعني، مع ان في مدربين تستحق اللي هي لا بجد يعني تمسك في الدوري الممتاز تمسك، وكمان يعني شغلهم والتطور اللي هم هيعملوه لا يفيد برضو فرق كتير بصراحه. طيب انت كنت لعيب نص ملعب حريف، تلعب تحت الفراوده كده وعفروت وحركات وسريع وحريف وبتجيب جول بتعمل اسيست، شايف مين احسن حد بيعمل كده دلوقتي في مصر في المركز ده؟ يعني مش هنقول كده مثلا يا كابتن يعني، بس هتقول ايه؟ يعني في لعيبه كتير كويسه بصراحه، لا بس المميز انا عايز احسن واحد من وجهه نظر عفروت. خلينا مثلا يا كابتن سؤال حلو قوي والله العظيم كان نفسي تسالهوني بصراحه، ما انا سالته لك بصراحه كان نفسي في هتيجي دلوقتي يا كابتن هتلاقي المواهب قلت قوي يعني ما بقاش في المواهب اللي انت تقدر تتفرج عليها يعني، تعالى مثلا نمسك نادي نادي كده هتلاقي اثنين ثلاثه يعني النادي الاهلي هتلاقي مثلا الناس اللي بتمسك الكوره بتعدي واحد ضد واحد، هتلاقي كهربا، عبد القادر، حسين الشحات. ايوه هتيجي في الزمالك هتلاقي زيزو، شيكابالا، بس مفيش حد تاني كان امام عاشور امام عاشور ومشي صح الدنمارك. هتيجي بيراميدز هتلاقي عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، ومصطفى فتحي، ورمضان صبحي، ورمضان، الناس اللي هي بتعرف تعدي. انا عايزك انت بقى من وجهه نظرك شايف مين الافضل في مصر؟ انت قلت لي اسماء كلها اسماء مميزه، بس احسن حد فيهم مميز السنه دي؟ السنه دي يعني بصراحه يعني اللي تتحسب له ميسي، ميسي احمد عادل ميسي بتاع الاتحاد. بصراحه دي شايفه ماشي كويس، لا لا شايفه ما شاء الله يعني نضج كرويا ولعيب كويس، كان معايا في الشرقيه بس نادي الزمالك حصل مشكله كده اللي هو كان ناشئ الزمالك طالع من نادي الزمالك كان معانا وقعد. انت شايف احمد عادل ميسي احسن لعيب وسط مهاجم في مصر دلوقتي؟ يعني مش احسن لعيب وسط في مصر يعني يستحق الفتره دي اللي هو لا يعني اتمنى اللي هو يحترف يعني. هو فيتوريا على فكره اختاروا من فتره كده معسكر المنتخب، اتمنى اللي هو يحترف يعني سنه صغير كمان يا كابتن، ولعيب كوره جريء اللي هو ياخد الكوره ويروح. مين هياخد الدوري السنه دي؟ الاهلي طبعا على طول. لا مش اصل انا سالتك السؤال ده الحلقه اللي فاتت برضه قلت لي نفس الكلام. ماشي يا كابتن بس وفاكر السنه اللي فاتت الاهلي خسر الدوري؟ ماشي يا كابتن انا افتكرت ايوه افتكرت خسر، بس انا بقول لك يا كابتن لا الاهلي هياخد الدوري. لا السنه دي الاهلي متربع يعني متصدر يعني الموضوع في الدوري في الدوري موضوع. طب الاهلي عنده مشكله في الصعود ولا شايف انه هيصعد لا لا لدور الثمانيه من دور المجموعات في افريقيا؟ عمر النادي الاهلي ما كان عنده مشكله اللي هو يوصل لدوري ابطال افريقيا، لان لازم الاهلي يكسب ماتشات اللي جايه لان دي كاس معمول باسمنا يعني، فالموضوع صعب. كاس افريقيا طبعا. هو انا اللي بقول؟ لا ماشي انا ما بقولكش حاجه، هو انا اللي بقول، انا بقول انت شوف واخدها كام مره كابتن. ف الاهلي كده 10 مرات 10 وال11 دي ان شاء الله يا مسهل. والله كلنا عايزين الاهلي والزمالك يعني ان شاء الله. انا ان شاء الله عايز الاهلي. انت عايز الاهلي بس؟ لا ولو الزمالك طبعا بيلعب وبيلعب فرقه تانية اكيد هشجع الزمالك طبعا، ملهاش علاقه خالص. ايوه على فكره انا صادق قوي في كلامي يعني. يمكن لو الزمالك في الدوري بيلعب فرقه لا عايزه يتغلب يعني عشان النادي الاهلي يبقى على طول لوحده، لان ده المنافس بتاعي في الدوري. لكن في افريقيا كلنا انا سواء انا زملكاوي بشجع الاهلي في افريقيا يعني ده طبيعي. بالظبط ده طبيعي. شايف فيوتشر وبيراميدز ازاي في الكونفدراليه الاثنين في مجموعه واحده وعندهم منافسه مع الجيش الملكي المغربي؟ مش عارف والله يا كابتن، الاثنين برضو اتحطوا في حته كده يا عيني، اللي انت برضو على حسب النتائج بتاعه الفرق الثانيه، فاكيد اللي احنا الاثنين اكيد في حد هيوقع حد يعني، فلو النتائج التانية بتاعت الفرق اللي هي الجيش الملكي والدنيا مش
مش تمام يعني شايف معهم. ممكن الاثنين يصعدوا مع بعض ولا شايف صعب؟ لا مش صعب والله، واحد منهم هيصعد على حسب على حسب المباريات اللي هيلعبوها بره. على حسب المباريات، لو انت قدرت تكسب بره اكيد الموضوع هيبقى سهل عندك هنا ان شاء الله. طيب قول لي توقعاتك بقى لبقيه الاسبوع ال20 من بطوله الدوري، بكره في فرق والمقاولين في اسكندريه 50-50 تعادل يعني؟ لا 50. لا قول لي نتيجه، احنا دايما هنا 50-50. قول لي نتيجه 50-50. ما انا عايز توقع. ما اصل المدربين يا كابتن الاثنين دلوقتي ما شاء الله يعني ماشي ما... انت تتوقع كده حاسس ايه؟ مش قصه ما لسه هسالك فيوتشر والاسماعيلي، هسالك الاهلي والقطن، هسالك الزمالك والبيراميدز، قول لي توقعات يعني مثلا هقول احساسك بالماتش. احساسي بالماتش هي هي اللعبه كده يعني. توقع نتيجه. اتوقع نتيجه فاركو ممكن فاركو يكسب المقاولين او المقاولين ممكن. اصل 50 والله 50-50 ماشي بجد. انا عارف بس انت احنا دايما حتى مع كابتن اشرف. طب هتديني ايه يعني لو مش هديك حاجه؟ انا طب خلاص يبقى 50 عشان المشاهدين يشوفوا انت يعني توقعاتك كويسه قويه ولا يعني لا. مثلا هقول فاركو عشان هيبقى على ملعبه فاركو. ماشي المقاولين يوم الجمعه فيوتشر والاسماعيلي في ملعب فيوتشر. فيوتشر يعني انت لعبت في الاسماعيلي؟ لعبت في الاسماعيلي. الزمالك وبيراميدز في ملعب بيراميدز يوم الجمعه. الزمالك وبيراميدز يعني الزمالك فرقه كبيره وبيراميدز فرقه كبيره، بس الزمالك الفتره دي يعني مش اللي انت مثلا زي السنه اللي فاتت تقدر تحدد تقول لا الزمالك وبتاع، بس برضو 50-50 تعادل يعني؟ مش قصه تعادل. يعني شايفها اللي اقرب تعادل بصراحه. ماشي عفروت حبيبي، الاهلي يكسب القطن بقى ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن باذنك رب. بحييك واتمنى لك ليك التوفيق ان شاء الله دايما، وببقى سعيد وانت معايا فبنقعد نعمل شويه العفراته كده. اسعد والله العظيم يا كابتن لما ببقى مع حضرتك وببقى مبسوط يعني وانا جاي اقعد مع حضرتك. واتمنى لك التوفيق بقى مع نادي الفيوم في الماتشات الجايه. حبيبي ان شاء الله دعواتك كده. الله يخليك يا حبيبي. حبيبي عفروت مصطفى عفروت وكابتن مصطفى عفروت بشكره واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه. بشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.